السلام عليكم. هل تمر العلاقات التركية الروسية بأزمة كبيرة أم توتر مؤقت أم فتور عابر؟ لماذا تأجلت زيارة الرئيس الروسي إلى أنقرة؟ وهل يمكن أن تعود موسكو لاتفاق تصدير الحبوب؟ هل تنزح أنقرة شيئا فشيئا للمعسكر الغربي في الحرب الأوكرانية؟ أم ما زالت قادرة على البقاء على الحياد الإيجابي الذي انتهجته حتى اللحظة؟ وهل ستوافق في نهاية المطاف على عضوية السويد في الناتو مجازفة بإمكانية توتير علاقتها مع موسكو أكثر فأكثر؟ أهلا بكم في أوراق تركية. نرحب بالدكتور سعيد الحاج الباحث المتخصص في الشأن التركي. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني ماذا يمكن أن نقول؟ أزمة عابرة، أزمة صامتة. ولكن قبل أن نغوص أكثر بعد قليل في ثنايا الحلقة، آخر مستجدات في العلاقات التركية الروسية دكتور؟ قد تكون ربما إحالة تركيا ملف عضوية السويد في الناتو إلى البرلمان التركي، هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا في القمة الأخيرة في فيلنيوس قمة الناتو، قد تكون هي ربما منطلقا لعدد من التحركات أو المواقف أو القرارات الروسية أو حتى التصريحات الروسية التي تشي بشيء من هذا النوع، أزمة أو توتر أو ما إلى ذلك. أعلنت روسيا منتصف الشهر الماضي انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب التي تتوسط بها تركيا والتي جددت أكثر من مرة، وقالت أنها لا ترى داعيا لتجديدها، واضعة المسؤولية ربما على الدول الأوروبية التي لم تلتزم بما يليها في هذه الاتفاقية المرتبطة بالحبوب أو البضائع والأسمدة الروسية. لم تكتفي روسيا بذلك، ولكن فيما فهم على أنه رد على كلام أوكرانيا أنه يمكن المضي بهذا الاتفاق دون أن تكون روسيا موجودة فيه، قصفت ميناء لتصدير الحبوب بأوكرانيا. على هامش هذا الحديث في الخبر الثالث، كان هناك زيارة مجدولة لبوتين إلى تركيا، لكن الكرملين تحدث عن تأجيلها دون أن يحدد موعدا لها. أردوغان قبل أيام فقط تحدث بأن هذه الزيارة ستتم خلال هذا الشهر في آب أغسطس، لكن أيضا قال أن موعدها لم يحدد بعد، وهذه إشارة إضافية. بعض التقارير الغربية قالت إن قصف روسيا لبعض مصانع المحركات والطائرات وما إلى ذلك ارتبط بأماكن أو مصانع تصدر لتركيا هذه المحركات التي تستخدم في الصناعات الدفاعية التركية، وأن ذلك في نهاية المطاف قد تكون رسالة روسية إلى تركيا. وأخيرا ربما التحرك الأخير الروسي في البحر الأسود، إيقاف سفينة تجارية لشركة تركية وأن كانت تحمل علما آخر وتفتيشها ثم السماح لها بالمرور، فهمت أيضا على أنها ليست فقط رسالة لأوكرانيا، قد تكون رسالة أيضا لتركيا. لذلك من يتحدث عن أزمة أو توتر أو عتب روسي بالحد الأدنى، ربما نعم هناك مواقف وتصريحات روسية تشي بأن هناك متغيرا ما على صعيد العلاقات التركية الروسية، خصوصا وأنه ما زالت تركيا تتحدث عن الزيارة بين الكرملين لم يحدد لها موعدا حتى لحظة، تحدث عن زيارة بوتين المرتقبة أو المفترضة إلى تركيا. الكل ممكن وأهم مؤشر متى يزور بوتين تركيا. التقرير مع زيارة بوتين لتركيا نتابع مع بعض. سيزور بوتين تركيا في آب أغسطس الجاري، لكن الموعد النهائي لم يحدد بعد. كان ذلك التصريح الرسمي التركي الأخير حول الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى تركيا، وعلى لسان أردوغان نفسه بعد أخذ ورد متكررين بخصوص المسألة. فبعد موافقة أنقرة بشكل مبدئي على عضوية السويد في الناتو بتحويل الملف للبرلمان التركي، أعلن الكرملين عن التأجيل. فقد كانت زيارة مجدولة مسبقا لبوتين لتركيا، وكانت هذه الموافقة الضمنية الأولية أتت بدورها بعد تسليم تركيا لأوكرانيا ضباطا كانوا على أراضيها بموجب اتفاق تبادل الأسرى خلال زيارة زيلينسكي لتركيا، وهو ما عدته روسيا انتهاكا للاتفاق من قبل كييف وأنقرة على حد سواء. تطورات دفعت الكثيرين لربط تأجيل الزيارة بغضب أو عتب روسي على تركيا، خصوصا وأن التأجيل تزامن كذلك مع إعلان موسكو انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الذي أقر ثم جدد بوساطة تركية قائلة إنها لا ترى سببا لتجديده. بعد اتصال هاتفي مؤخرا بين الرئيسين، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أنهما تبادلا الآراء في عدة قضايا من بينها الزيارة المرتقبة لبوتين لتركيا، بينما قال الكرملين في بيانه إن الزيارة المحتملة للأخير كانت ضمن القضايا المطروحة.
ذلك التباين في الصياغة بين المرتقبة والمحتملة ساهم في تثبيت فكرة الفتور أو التوتر أو ربما الأزمة وفق البعض في العلاقات بين الجانبين. بعد تفتيش روسيا سفينة تجارية في البحر الأسود وإطلاقها طلقات تحذيرية نحوها، ازدادت أهمية وضرورة زيارة بوتين لتركيا، ليس فقط لنقاش عودة روسيا لاتفاق تصدير الحبوب، ولكن كذلك لضمان أمن حوض البحر الأسود وعدم تحويله لجبهة من جبهات الحرب الدائرة، يقول مراقبون. كان زيلينسكي قد قلل من تأثير انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب، قائلا إنه يمكن المضي في الاتفاق وتطبيقه بدون ضمانات أمنية روسية، ورغم أن تركيا والأمم المتحدة لم تتفاعلا إيجابا حتى اللحظة مع هذا الطرح، إلا أن روسيا أرادت أن تثبت بطلانه على طريقتها الخاصة وفق متابعين. فهل تستطيع أنقرة إنقاذ زيارة بوتين قريبا وقبل تدهور الأوضاع؟ وهل سيكون أردوغان قادرا على إقناعه بالعودة لاتفاق تصدير الحبوب بما يعيد الاستقرار لأسعار الحبوب عالميا وينزع فتيل صراع محتمل في البحر الأسود لا تريده تركيا؟ بالتأكيد أسئلة تجيب عنها الأيام القادمة. ونحاول أيضا أن نبحث عن إجابات لجملة أسئلة ترافق هذه الأزمة في العلاقات الروسية التركية. نجدد الترحيب معنا في الاستوديو بالدكتور سعيد الحاشد، باحث متخصص في الشأن التركي، ومعنا أيضا الدكتور أحمد أويسان مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط. دكتور أحمد أهلا بك، إن شاء الله تكون في الاستماع. طيب سنعود الاتصال بك لأن لا نستمع إليك الكل في حين ترتيب الاتصال مع الدكتور أحمد. دكتور سعيد، يعني كما أشرت زيارة مؤجلة لبوتين لتركيا، يعني بين المحتملة والمرتقبة، كيف نقرأ هذا السياق؟ مساء الخير مرة أخرى. أنا ولن طبعا يعني لا أوصف الحالة الحالية للعلاقات التركية الروسية على أنها أزمة، يعني لا أعتقد أنها وصلت لهذا الحد، لكن في نهاية المطاف تركيا عضو مهم في حلف الناتو، ورغم أنها مايزت في موقفها في الحرب الروسية الأوكرانية عن باقي الدول ولم تنخرط في عقوبات على روسيا، ما زالت على علاقة وزيارات وتواصل دبلوماسي معها وما إلى ذلك، لكن في نهاية المطاف كلما تقدمت الحالة أو تفاقمت الحرب أكثر كلما كانت الخيارات أضيق في نهاية المطاف. هذا أمر مفهوم، لأنه من جهة هناك طب يعني تزداد حساسية الموقف التركي، من جهة أخرى تزداد الضغوط الغربية والأطلسية عليها، يعني من بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وعدد مهم وكبير من أعضاء الناتو ليس مقبولا من تركيا أن تبقى بهذه الطريقة حتى لو كانت وسيطة بين أوكرانيا وروسيا. ولذلك أنا أعتقد أنه ما حصل من تطورات ميدانية وسياسية مؤخرا في الموضوع الأوكراني، إن كان الهجوم المضاد الذي أعلنته أوكرانيا أو المسيرات والقصف داخل روسيا أو حتى ما أعلنته قمة فيلنيوس الأخيرة للناتو عن دعم وتسليح وما ذلك لأوكرانيا، هذه كلها أعتقد أنها تدفع بالحرب إلى مرحلة مختلفة نوعا ما. وواضح رد الفعل الروسي أيضا مختلف هذه الفترة، سنتحدث ربما عن البحر الأسود الآن، تمرد فاغنر وما تركه من ذيول وما إلى ذلك أيضا أعتقد أنه أمر مهم، ولذلك أنا أعتقد أن هذا جزء من الأمر. ولذلك عندما أتى موافقة تركيا الضمنية، هي ليست موافقة نهائية على السويد، هي إحالة الملف للبرلمان، قد يؤخرها البرلمان، قد يقدمها، قد يوافق، قد يرفض، ما زال الأمر ضمن التداول. لكن أعتقد أن هذا الأمر عندما أتى أيضا مع تسليم تركيا لضباط أوكرانيين لزيلينسكي خلال زيارته الأخيرة أدت لموقف ما، يعني واضح أن روسيا قدمت رسالة احتجاجية أو رسائل احتجاجية لتركيا. لكن إذا أردنا أن نوصف الأمر على أنه أزمة، ليس هناك أزمة، ليس هناك انقطاع في العلاقات بين الطرفين، ليس هناك اصطدام، ليس هناك تناقض كبير في المصالح، ليس هناك تصريحات حادة، ليس هناك ملامح أزمة بين الطرفين، لكن واضح أن هناك توتر حتى اللحظة، وواضح أن روسيا متعمدة أن تقدم هذه الرسالة احتجاجية بالانسحاب من الاتفاق الذي هو موجه بالأساس لأوكرانيا والدول الأوروبية، لكنه أيضا موجه ضمنا بطريقة غير مباشرة لتركيا. الموضوع السفينة، موضوع تأجيل الزيارة، يعني عندما تتحدث كما ذكرتم في التقرير دائرة الاتصال التركية بعد الاتصال الأخير بين بوتين وأردوغان، أن الطرفين أو الجانبين أو الرئيسين تناقشا في عدة ملفات من ضمنها الزيارة المرتقبة أو القريبة للرئيس بوتين، بينما يتحدث الكرملين عن أنهم ناقشا كثير من المواضيع من ضمنها أيضا الزيارة المحتملة. يعني لم يؤكد الكرملين حتى اللحظة هذه الزيارة، رغم أن أردوغان رأس الدولة التركية يؤكد هذا جزء من
جزء من الرسائل الدبلوماسية إنجاز التعبير. لكن أنا مرة أخرى حتى أختم أيضا بما بدأت به، لا أوصف الأمر على أنه أزمة بين البلدين، لم تصل حتى اللحظة. ربما لا قدر الله لو تدحرجت الأمور في الحرب الروسية الأوكرانية أكثر فأكثر وأصبح هناك انخراط مباشر للناتو، قد يحصل حسابات أخرى في نهاية المطاف. لكن الآن أنا لا أعتقد أن هناك أزمة كبيرة بين روسيا وتركيا، هناك توتر عابر أعتقد أنه يمكن للطرفين أن يتخطيها كما تخطيها أزمات أو يعني توترات سابقة. هذا معنا دكتور أحمد ويسان مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، وجد الترحيب بك دكتور أحمد، أهلا بك. مساء الخير، هل صوتي مسموع؟ مسموع، أهلا وسهلا بك. إذن أشرنا في بداية الحلقة إلى حالة اللا أزمة، ولكن في نفس الوقت حالة العلاقة الغير هادئة، علاقة متوترة فيها أحيانا تشنج، فيها ردود أفعال ورسائل مباشرة خاصة من روسيا تجاه تركيا. هل نحن أمام يعني وضعية لا تسمح بذهاب نحو تطوير جملة ملفات يعملان عليها الآن الطرفين يعني تركيا وروسيا، خاصة في علاقة بتصدير الحبوب وبجملة ملفات أخرى؟ نعم، مساء الخير أولا. طبعا أن العلاقات التركية الروسية معقدة جدا وأكثر يعني متعددة الأبعاد ومستويات، يعني نتذكر سوريا، ليبيا، قرباغ، في أيضا الطاقة النووية، في تجارة، في سياحة، في S-400 صواريخ، في حتى بالكان. أيضا نأتي إلى موضوع الحرب الأوكرانية، أيضا هذا موضوع معقد جدا، في موضوع الحبوب، في طاقة طاقة غاز ونووي. إذن هذه العلاقات معقدة، وهناك بعد ممكن يوتر ممكن في موضوع حرب أوكرانيا، انضمام السويد إلى اتحاد حلف الناتو وقبل تركيا، لكن أيضا روسيا لم تكون لمستوى متعاون كثيرا بالنسبة متفاهم كثيرا بالنسبة لتركيا في سوريا مثلا، في أيضا ممكن العلاقات أحسن مثلا بموضوع قرباغ، لكن ما زال في مسائل شائكة. إذن يعني هذه ممكن توترات شد والجذب يعني طبيعي، وروسيا لا تستطيع أن تخسر تركيا لأنها تحتاج إلى تركيا كحلف الناتو ممكن الوحيد المحايد في هذه الحرب الروسية أوكرانية. وأيضا تركيا قوية وتحتاج إلى مضيقين إسطنبول لاستخدامها إما بالتجارة. بعدين نقول أستاذ أحمد، لو نعود لهذا الطرف المحايد، يعني ما المقصود بطرف محايد تركيا؟ تركيا تسلم طائرات مسيرة إلى أوكرانيا، هل يعتبر ذلك طرف محايد؟ تركيا تتعاون بشكل مباشر في بعض المسائل مع روسيا، هل يعتبر طرف محايد؟ يعني حيادية تركيا هذه أيضا حيادية معقدة، يعني حيادية ممكن نقول إيجابية يعني أو حياد إيجابي يعني بالنسبة لأوكرانيا، لكن أيضا يعني بيع الأسلحة لا يعني دعم روسيا عن دعم أوكرانيا مباشرة، لأن روسيا تبيع الأسلحة لكل العالم ولا تستطيع أن تتهم تركيا بهذا الغرض وبهذا السبب. وأيضا يعني المواد أخرى مثل الحبوب وال أيضا تركيا نددت مثلا رفضت احتلال القرم، جزيرة القرم سابقا، حتى كان يعني مصر أكثر من الغرب، يعني الغرب تجاهل هذا الموضوع وتذكر هذا الموضوع بعد حرب أوكرانيا، وتركيا تذكرهم دائما. ويعني روسيا تثمن يعني حياد حتى نسبي، حياد تركي نسبي في موضوع الحرب أوكرانيا وأيضا مواضيع أخرى. يعني وفي رأيي يعني هذا سيستمر، وروسيا أعتقد بوتين يعني سيأتي إلى تركيا ويناقش هذه الأمور، ممكن يحسم أيضا هذا موضوع الحبوب يعني مرة أخرى، ممكن يستأنف هذه سأعود معك ومع دكتور سعيد موضوع تصدير الحبوب، ولكن قبل ذلك أشرت في آخر حديثك دكتور سعيد إلى مسألة انضمام السويد وذهابها إلى البرلمان. يعني البعض يرى بأن هذه مناورة مفضوحة جدا من تركيا، تركيا في حاجة أيضا
إلى أن تكون هناك تعاون وثيق إن كان مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الناتو أو الاتحاد الأوروبي، وتبدو أن هذه المناورة هي محاولة لامتصاص هذا الملف عبر الوقت. معنى ملف يبقى في البرلمان، في آخر الأمر تركيا ستوافق على انضمام السويد، لا مفر من ذلك. ذلك وروسيا عفوا واعية بذلك. بالقراءة السياسية أعتقد أن تركيا في نهاية المطاف سترغب بأن توافق على انضمام السويد إذا ما تمت بعض الالتزامات التي ارتبطت بالاتفاق الأخير والاتفاق مدريد السنة الماضية، اتفاق أقصد الثلاثي بين فنلندا والسويد وتركيا. لكن بالمعنى العملي ليس هناك ضمانة في نهاية المطاف. الأمر الآن أحيل للبرلمان، البرلمان حتى شهر 10 حتى شهر تشرين الأول في تركيا عادة يكون في عطلة السنوية. هل سيطرح الملف مباشرة؟ هل سيتداول يأخذ مساره الدستوري؟ هل يضمن أحد أساسا أن البرلمان سيوافق أم لا يوافق؟ هذا أمر يعني ما زال في يعني في إطار التداول. بالتأكيد بالقراءة السياسية مرة أخرى تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، لن تضع نفسها في موقف من يعيق انضمام دولة للناتو في ظل هي في حرب مباشرة أو غير مباشرة مع روسيا. وأعتقد أن روسيا تتفهم هذا الأمر، يعني روسيا لم يكن لها موقف حاد جدا من موافقة تركيا على انضمام فنلندا مثلا. والموقف الروسي نفسه المعلن كان موقفا يعني حادا جدا ويهدد برد روسي في حال مجرد انضمام فنلندا والسويد. ثم لاحقا تراجعت روسيا عن هذا الموقف وقالت انه الانضمام ليس شيئا يعني خطيرا ولن قد لا يستدعي ردا، لكن ربما نشر اسلحه لحلف شمال الاطلسي على اراضي الدولتين قد يستدعي ردا روسيا. بمعنى انه حتى الموقف الروسي نفسه من فكره انضمام الدولتين ايضا يعني تغير نوعا ما. وبذلك انا اعتقد انه مجرد فكره إحالة الملف للبرلمان ليست سببا وحيدا ربما في هذا الإطار، لكن هناك عدة أمور. وهناك فكرة أنه الحرب الروسية الأوكرانية نفسها أخذت طورا جديدا نوعا ما، خصوصا أنه يعني صدرت تصريحات لاحقة من زيلينسكي وغيره من الأوكران أنه يمكن أن نستمر في هذا الاتفاق بدون أن تكون روسيا موجودة، بدون أن تقدم ضمانات أمنية، يمكن أن نستغني عن هذا الأمر. هذا يكون نوع من التحدي أيضا في نهاية المطاف لروسيا. لكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أن تركيا نعم ناورت في هذه الخطوة، هي من جهة امتصت الضغوط الغربية والأمريكية والأوروبية عليها بأنها ليست ضد انضمام السويد من حيث المبدأ ولا انحيازا لروسيا كما تردد بعض الأطراف هنا وهناك الأصوات الخافتة، أنها فقط هي مجرد تريد التزاما سويديا بما تم الاتفاق عليه. لأن هذه الفترة الزمنية ستعطي تركيا أريحية ما وستعطي ضغطا إضافيا على السويد لأن تلتزم بما يتعلق مثلا بفكرة دعم الإرهاب ومنع الأنشطة المروجة له على أراضيها وما ذلك. كان نتحدث هنا عن العمال الكردستاني والمنظمات المرتبطة به وحتى أيضا منظمة جولين أو ما شابه. وبالتالي هنا هذه مناورة مفهومة، وأنا أعتقد أنه ربط الأمر حتى ببعض المسارات الأخرى أيضا هو يحقق مكاسب محتملة على أقل تقدير حتى الآن لتركيا، لأنه واضح مما نفهم من التصريحات الأمريكية وبعض التقارير التي تحدثت واضح أن هناك شبه تعهد أمريكي بأنه أيضا صفقة F-16 سوف تسير، لأنه لم يعد هناك مبرر لتأجيلها أكثر من ذلك رغم بعض التحركات في الكونغرس. من هذه الزاوية مفهوم. أنا أعتقد أنه ربما يكون التأجيل الروسي للزيارة، أنا لا أعتقد أنها ستلغى، يعني قد يكون استطرادا في هذا الأمر. لكن لاحظ أن روسيا في حرب مع حلف الناتو بشكل غير مباشر وبشكل مباشر مع أوكرانيا. هنا الموقف التركي مهم جدا لتركيا، عفوا لروسيا، يعني لا أتحدث فقط حتى عن اتفاق تصدير الحبوب ولا أتحدث حتى عن الوساطة السياسية. مجرد أن يكون ما زال هناك دول يعني تستضيف المسؤولين الروس وزير الخارجية أو الآن بوتين، دولة مهمة القوى العسكرية الثانية في الناتو أن تكون بهذا الإطار وكون لديها ما زال علاقات دبلوماسية وسياسية مع روسيا وأن تكون ما زالت في طور الاتفاق مع روسيا والتفاوض مع هذا الأمر، أعتقد أنه مهم جدا رمزيا وسياسيا وحتى استراتيجيا لروسيا. فكرة أنه ما زال هناك إمكانية حتى لبلورة اتفاقات معينة، أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين، محاولة كسب تركيا عدم الذهاب بها بعيدا لأن تلتزم تماما بالعقوبات الغربية على روسيا، أن تبقى على الحياد الإيجابي كما ذكر الدكتور أحمد قبل قليل حتى في الموضوع العسكري. يعني تركيا نعم تبيع مسيرات لأوكرانيا لكن تقول إنه هذه شركات خاصة لا تعبر عن موقف رسمي للدولة، وهذه روسيا تتغاضى عنها بطريقة أو أخرى مفهومة في نهاية المطاف. تركيا منذ اليوم الأول أدانت الغزو الروسي وقالت إنه هذا احتلال ودعت لاحترام وسيادة أراضي أوكرانيا، ترفض ضم القرم لروسيا منذ 2014 وما إلى ذلك. هذه المواقف ليست جديدة كما ذكر الدكتور أحمد. العلاقات بين الطرفين أو الملفات والقضايا كثيرة ومركبة ومعقدة ومتشعبة ومترابطة بين بعضها البعض، ولذلك أنا أعتقد أنه
تأجيل روسيا للزيارة حتى اللحظة ولا أعتقد أنها ستلغى هو رسالة سياسية، احتجاج، عتب، غضب، سمي ما تسميه، توتر قد يكون بين الطرفين، لكن الزيارة أنا أعتقد أنها ستتم، ويمكن من خلال الزيارة بدبلوماسية مباشرة بين الطرفين أو بجلوس الوفدين مع بعضهم البعض تخطي بعض العقبات المتعلقة بشكل أساسي بالعلاقات التركية الروسية المباشرة. ما دون ذلك ما يتعلق بتصدير الحبوب أو غيرها قد يكون فيها بعض التفاصيل نعود لها لاحقا. يعني أنا سنذهب إلى هذا الملف لأنه مهم جدا، هذا الملف باعتبار أنه لا يمس فقط روسيا وتركيا ولكن كل العالم. دكتور أحمد، انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب جاء وكأنه اعتراض على سياسات الدول الغربية، ولكن أيضا هو فيه نوع من الاحتجاج على تركيا ومواقف تركيا. منذ أن أبرم هذا الاتفاق العديد من الخبراء والمتابعين قال بأن هذا الاتفاق لا يملك ضمانات حقيقية، الضمانات هي النوايا فقط لا أكثر ولا أقل. والخوف الآن هذا إن عدنا لهذا الاتفاق أن يبقى دائما اتفاق نوايا دون ضمانات. هل تركيا مستعدة أن تذهب في هذا المسار وتلعب دور الوساطة من أجل إعادة تصدير الحبوب نحو عدة دول في العالم؟ كيف ذلك وما هي الضمانات التسعى إليها تركيا هذه المرة حتى لا يبقى الاتفاق هش وأحيانا مزاجية؟ نعم، يعني أقول مرة أخرى، تركيا طبعا يعني يستمتع في موقفها الوسيط محايد بين الطرفين المتحاربين، وفي الأخير يعني تركيا تريد أن تنهي هذه الحرب وأيضا يعني تخفف معاناة الشعب الأوكراني. أيضا هذا الحرب يعني هذه الحرب تؤثر علينا سلبا أن إما برفع الأسعار النفط وأيضا أسعار الأغذية. يعني نحن كشعب التركي أيضا نعاني من هذه الأزمة، وأيضا كل العالم يعاني من هذه الأزمة بسبب الحبوب يعني أسعار النفط إلى آخره. والآن طبعا روسيا يعني ممكن تعتبر، ليس تركيا فقط، تعتبر أيضا ممكن خسران حلفائه في أفريقيا. كثير من الدول الفقيرة أفريقيا هم دعموا روسيا إما بالحياد أو بدعم واضح يعني بالأمم المتحدة ومنصات الدبلوماسية إلى آخره، رغم الضغوطات الغربية هم وقفوا مع روسيا. لكن هذا أيضا تصدير الحبوب لو منعت سيؤثر على هذه الدول والشعوب، وأيضا هذه النظم سيكون تحت الضغط كبير، وروسيا أيضا تعرف ذلك. لكن روسيا نقطة ممكن يعني محقة أنها أيضا يعني اتفاقية الأولانية كانت تضمن تصدير الأموال يعني حبوب الروسي، لكن هذا منع بأسباب التقنية من الغرب، من طرف الغرب، مثلا بالشركات الضمان لم يضمنوا الشركات الروسية. أيضا يعني تحويل الأموال هم أخرجوا روسيا من نظام سويفت لتحويل الأموال خاصة الدولار، وهذا يصعب تقنيا. يعني مبدئيا ليس عندها مشكلة، لكن فعليا يعني هي منعت من تصدير الحبوب. روسيا تقول يعني الاتفاق لا يقول كذلك يعني ونطبق هذه الاتفاقية، لكن الغرب حتى الآن لم يلبي عليها وتقول روسيا ستجوع العالم إلى آخره. طبعا تلاسن وأيضا لعبة دعائية أكثر، لكن قريبا يعني روسيا أعتقد بدأت أن تشعر أن حلفائها منزعجة من هذا الإيقاف. وأيضا يعني هذا روسيا لا تحتاج إلى هذه الأموال، روسيا أصلا تكسب كثير من الأموال من تصدير النفط والغاز، والغرب يعني وحتى ولكن أيضا تصرف الكثير، لم يتوقفوا. نعم، ولكن أيضا تصرف الكثير على الحرب. على كل سنعود. نعم صحيح. لكن نقطة بسيطة فقط، فضل دكتور أحمد. يعني روسيا ما زال يعني الأوروبيين لم يتوقفوا من شراء الغاز الروسي ويدفعون أموال كثيرة لروسيا، يعني وليس في ورطة كبيرة يعني روسيا بالنسبة للمال، لكن طبعا
يفضل كسب الأموال من الحبوب أيضا. هو موضوع الحبوب ليس وراءه المال فقط, أيضا وراءه الجيوسياسي, سأعود بذلك لك التفصيل معك الدكتور سعيد, ولكن بعد هذا الفصل القصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. عدنا مشاهدينا الكرام, الجزء الثاني من أوراق تركيا لهذا الأسبوع. هل هي أزمة مع روسيا؟ الدكتور سعيد والدكتور أحمد ضيفين قالوا لا, هي توتر عابر أو حالة من التشنج. نجدد الترحيب بضيفينا, الدكتور سعيد الحاج الباحث متخصص بشأن تركيا, وأيضا الدكتور أحمد ويصال مدير مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط. وأعود معك الدكتور سعيد, ملف الحبوب ليس ملفه فقط تصدير الحبوب, وهو ملف يعني ليس وراءه مسألة مالية واقتصادية, هو مسألة جيوسياسية, محاولة ربح مواقف, وكل طرف يريد أن يربح موقف من هذا الملف. ثم كيف تقول أنه ممكن أن نذهب في تصدير حبوب ونستغني عن موافقة موسكو ونتجاوزها؟ هل هذا ممكن؟ ثم التفاصيل التي هم الدور التركي فيه. شوف, أولا الاتفاق حين أبرم ثم حين جدد أكثر من مرة فذلك لأنه يمثل مصلحة للجميع. باختصار شديد, الفائدة الاقتصادية معروفة واضحة, خفض الأسعار عالميا, تصدير الحبوب الأوكرانية نفسها والبضائع الروسية, وبالتالي عائدات الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني وما إلى ذلك. لكن أنا أعتقد أن هناك مكسبا دبلوماسيا وسياسيا مهما تحديدا بالنسبة لروسيا, يعني بدل أن تكون تظهر يعني تعرض وكأنها من زاوية النظر الغربية أقصد, وكأنها يعني تعادي العالم كله وهي فقط تجوع على الفقراء وتجوع على ذلك, هي تظهر وكأنها لا جزء من الحل وليس فقط جزء من المشكلة. الآن الانسحاب الروسي ليس انسحابا نهائيا, لأنه واضح أنه هي وسيلة ضغط, لأنها مسببة, عندما تسبب الأمر أنت تقول حلوا السبب أو حلوا المشكلة فأنا أعود للاتفاق اللي هو عدم التفاعل الغربي أو عدم التزام الدول الأوروبية من وجهة نظر روسيا بما يليها من هذا الاتفاق ما يتعلق بتسهيل تصدير البضائع الروسية. روسيا ترى منذ البداية أنه الحب الأوكرانية تصدر, ما يتعلق بنا نحن لا, ما زال أمام عقبات كثيرة, بالتالي نحن لا نستفيد كما يفترض وفق المكتوب في الاتفاقين المتزامنين, لم يكن اتفاقا واحدا كما تذكر, اتفاقا للأمم المتحدة مع أوكرانيا واتفاق آخر للأمم المتحدة مع روسيا بوساطة تركيا, لكن مدمجان مع بعضهم البعض مفهوم سياسي, لكنهم لم يريدا أن يجلسا على نفس الطاولة. حتى الاتصال الأخير ذكر الكرملين وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن بوتين أعرب عن إمكانية عودة بلاده لهذا الاتفاق في حال التزمت الدول الأوروبية, هذا ترك الباب مواربا لوساطة تركيا في هذا الإطار, ولذلك أنا متفائل. الآن التصريح الأوكراني أنا أعتقد أنه يتخطى فكرة استفزاز روسيا, هناك استفزاز روسي واضح, ويبدو أن موسكو ردت عليه بموضوع تفتيش السفينة بأنه لا يمكن السماح حتى للسفن البضائع التي تحمل بضائع عادية, ينبغي أن نتأكد, يعني الرسالة الروسية أننا سنعتبر كل سفينة تذهب إلى أوكرانيا هي محملة بالسلاح حتى يثبت العكس, ويثبت العكس بالتفتيش الروسي. وبالتالي هنا روسيا تقول لأوكرانيا أنه لا, إذا لم تعطي روسيا ضمانات أمنية لا يمكن لك أن تستمر بهذا الأمر في التجارة العادية, فما بالك بتصدير الحبوب. الآن أوكرانيا أنا أعتقد وجزء من ذلك هي تحاول أن تفتعل أزمة أو أن تضغط أكثر على الحلفاء, يعني هي تريد ربما من زاوية ما أن يحصل إشكال ما في البحر الأسود, هي تريد إنجاز التعبير أن تستدرج الناتو لمشاركة أكبر, لانخراط أكبر في الحرب, هي لا تريد أن تبقى تقاتل بأسلحة غربية لكن بجنود أوكران, هي تريد للغرب أن يطلع بمسؤولياته إنجاز التعبير. أنا أعتقد أنه ما يدور في رأس زيلينسكي والقيادة الأوكرانية أنه لا نريد أن نقاتل ضد روسيا حتى آخر جندي أوكراني, إذا كان الغرب وإذا كان الناتو فعلا يرى في موسكو عدوا أو خصما ويريد فعلا أن يحاربها وأن يحد من نفوذها وأن يؤثر عليها استراتيجيا, ينبغي عليها أن ينخرط أكثر في هذا الحرب. من هذه الزاوية فقط, من هذه الزاوية أنا أعتقد أن أوكرانيا معنية بنوع من التوتر ونوع من الاستفزاز. الآن مثلا هناك طرح أنه يمكن للحبوب أن لا يعني ترسل بشكل مباشر للآلية التنسيق الرباعية في إسطنبول, يمكن أن تذهب بالبر لرومانيا مثلا وهي دولة على حوض البحر الأسود, ثم بعد ذلك يعني تكون أبعد ربما عن السفن الروسية, لكن هذا لا يضمن. إذا أرادت روسيا أن تضع العصي في الدواليب كما يقال أو في العجلات سوف تفعل ذلك, وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى فكرة التصدير عبر البر أو عبر الأنهار غربا يعني ذبح نقاشا وبحثا هذا الأمر, واتضح أنه لا, الكميات ستكون قليلة, التكلفة ستكون أكبر, وبالتالي لن نستفيد من ذلك الأمر والوقت سيكون أطول. ما زال حتى اللحظة بإدراك الجميع وبقبول الجميع الممر البحري عبر إسطنبول هو الأفضل والأسلم. عندما تتحدث كييف أن الطريق الأسلم والأسهل والأسرع
هو التصدير مباشرة دون موافقة روسية هو نوع من استدراج إشكال ما لمحاولة جر بعض الدول الأخرى لمواجهة مع روسيا أو لزيادة الضغوط على روسيا وعلى الحلفاء. لكن لاحظ أنه لا الأمم المتحدة وافقت على هذا الطرح وقالت إحنا ليس لدينا آلية ولا حتى لدينا مسؤولية أن يعني نؤمن السفن تؤمن السفن فقط عبر الاتفاق. وتركيا أيضا لم تعلق حتى على الطرح الأوكراني، بمعنى تركيا غير موافقة على الاستمرار بهذا بتصدير الحبوب دون موافقة روسية، هي تريد أن تعيد روسيا الاتفاق مرة أخرى، وأعتقد أنها تعول على الزيارة المرتقبة. أنا سأعود معك النقطة وأشرت إليها أيضا مع الدكتور أحمد إلى مسألة توتير البحر الأسود، ولكن قبل ذلك معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الروسية. دكتور أحمد أهلا بك. عمار إذا تكرمت. عفوا دكتور عمار أنا كنت يعني الخلط بينك وبين الدكتور أحمد يسل العذر. دكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الروسية. دكتور عمار، قراءتك لهذا التوتر الموجود الآن في العلاقة الروسية التركية، يعني صحابة صيف عابرة، توتر صامت، أم أزمة البعض يرى أنها لا هي أزمة صامتة ولها تراكمات؟ تحياتي مرة أخرى لكم سيدي الكريم. يعني لا أرى أن هناك توتر يعني في العلاقة أو أنها مبشرات بأزمة، وذلك أنا لا ننسى أن مثل هذه يعني الأمور كثيرة يعني هي تمت خلال الفترات الماضية ما بين يعني روسيا وتركيا، لكن يعني العلاقات نراها هي أولا يعني مستمرة ومنضبطة ويحافظ عليها من يعني الطرفين الروسي والتركي، وذلك لأهميتها الاستراتيجية. لا يمكن القول بأن يعني العلاقة هي علاقة حلفاء أو علاقة استراتيجية، لكنها يعني في المفهوم الاقتصادي ومفهوم الطاقة هي تتجه فعلا بهذا الاتجاه. العقبة الوحيدة باعتقادي وهي ارتباط يعني تركيا يعني حلف الناتو، وأيضا العلاقات الأمريكية التركية هي أيضا يعني تنعكس جزئيا على العلاقة الروسية التركية. لكن يعني تركيا لا ننسى هي تقريبا يعني الدولة الوحيدة التي من حلف الناتو يعني التي وقفت على القيادة، وهنا ممكن يعني إزالة الأزمة الأوكرانية ومقنعته بالحياد الإيجابي، وذلك يعني لكثرة المكتسبات فيما يتعلق أولا بالغاز من روسيا، وثانيا فيما يتعلق يعني أو تعلق بصفقة الحبوب. فلذلك يعني لا أرى أي يعني معنى اليوم أن هناك أزمة أو توتر في العلاقة الروسية التركية. طيب دكتور عمار، كيف تفسر تأجيل زيارة بوتين؟ كيف تفسر إيقاف اتفاق تصدير الحبوب؟ كيف تفسر تفتيش سفينة تركية تجارية تركية في البحر الأسود؟ يعني هذه كلها إشارات بأن لا هناك شيء يزعج روسيا، هناك رسائل تريد أن توصلها روسيا بطريقة غير مباشرة لتركيا، هناك انزعاج، هناك أيضا تخوف عدم اطمئنان مثلا لإمكانية موافقة تركيا لانضمام السويد لحلف الناتو. سيد الكريم، يعني كل ما ذكرت لا أعتقد ما يمكن يعني أن تصل لهذا أو ترتقي لهذا المستوى يعني من التوتر فيما يتعلق يعني في زيارة بوتين لتركيا. لم يكن التأكيد يعني عليها بأنها يعني ضمن مواعيد محددة، وكانت ضمن فقط يعني إشارات أنه يمكن أن يتم هذا اللقاء فيما يتعلق يعني في صفقة الحبوب يعني، وهذا الملف باعتقادي أن المسألة أوضح من ذلك بكثير، بأن الموقف يعني التركي هو من ساند ويساند لغاية اليوم يعني الموقف الروسي، لكن هناك يعني طلبات بالعودة، وهذه المسألة هي مرتبطة ليست بتركيا ولكن بإخفاقات الغرب وعدم يعني عدم توفية ما تم التوقيع عليه ضمن الضمانة التركية والضمانة الأممية. ونفسه الرئيس أردوغان يعني قد نوه لهذه المسألة أكثر من مرة بأنه يعني فيما يتعلق في الشق الروسي من هذه يعني الاتفاقية مبادرة إسطنبول لا يتم يعني إنجازه، فهناك يعني تفاهم، وكان أيضا بمثابة يعني التخوف من خروج روسيا من هذه الاتفاقية والتي هي يعني بحاجة لها تركيا أكثر من روسيا أو من الأطراف الأخرى. فلذلك يعني هذه المسألة اليوم لا يمكن يعني التأثير بها يعني على هذه العلاقة اليوم التي نراها يعني ليست متوترة، لكنها ممكن أن ننعتها يعني بالعلاقة المتزنة. وأيضا يعني من جهة أخرى هناك تفهم روسي من قبل يعني الكرملين يعني لبعض المواقف التركية، وهذا كله يأتي
ضمن الضغوط، يعني الضغوط الغربية وخاصة الأمريكية على تركيا، كونها يعني عضو في حلف الناتو، وهناك الكثير من الملفات المشتركة يعني بين الأطراف الثلاثة، وأهمها وهي الجغرافيا السورية، والمسألة اليوم يعني تتجه ضمن عدم باعتقادي. طيب دكتور عمار، فرص أمريكي في مفهوم التقارب التركي السوري. دكتور، على ما سبق، هل يمكن الآن القول بأن روسيا ستعود لاتفاق تصدير الحبوب وبوتين سنجده قريبا في أنقرة؟ فيما يتعلق بصفقة الحبوب، لا أعتقد يعني في حتى المنظور القريب يعني عودة روسيا لهذه الاتفاقية، لأنها يعني واضحة تماما لغاية اليوم، يعني الموقف الغربي يعني الأمريكي رافض يعني للأمور التي تم التوقيع عليها ونقضها، وهي قد حددت من قبل روسيا يعني بأكثر من نقطة، وأهمها وهي مسألة يعني الأسمدة وخط الأمونيا أوديسا. ولا ننسى ايضا يعني هناك جزء يعني امني بدا يظهر باستخدام يعني واستغلال كييف يعني للممرات البحريه الامنه، توظيفها يعني عسكريا واستهداف منشات مدنيه في البحر الاسود. ممكن يعني ان نرى هناك زياره من يعني من الرئيس بوتين الى انقره، ويمكن ان نرى ايضا يعني ان هناك ممكن ان تكون زياره اردوغان الى موسكو. مرة أخرى أقول يعني اليوم يعني التشابك في الملفات يعني والمصالح المشتركة بين روسيا وتركيا هي ما يعطي هذه العلاقة. أنا دعني أتوقف معك في هذه النقطة دكتور عمار، هو تشابك الملفات وهي أيضا ترتبط بمصالح مشتركة لتركيا وروسيا في عدة مناطق في العالم وأغلبها بؤر توتر. أشكرك دكتور عمار خانة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفستوبول الروسية. شكرا لك دكتور عمار، وأعود معك أستاذ أحمد، وعلى خلفية ما ذكره الدكتور عمار الآن، ملفات مشتركة ممكن يتوتر البحر الأسود، وهذا ليس لمصلحة الجميع. الرسالة وجهتها روسيا مؤخرا بتفتيش سفينة تركية ليست بريئة، كذلك جملة توازنات تلعب عليها تركيا تجعلها تتحرك في حقل الألغام. هل هذا ممكن لتركيا أن تتحرك في حقل الألغام دون أضرار، دون ضرائب، ودون أن ينفجر أحد الألغام؟ يعني تركيا عندها خبرة لتنظيف الألغام وأيضا الألغام المادية عسكرية وأيضا الألغام السياسية دبلوماسية، وأن أردوغان له خبرة كبيرة وأيضا تفاهم مع بوتين. لو روسيا تفتش سفينة تركية، تركيا تستطيع أن تفتش مئات السفن الروسية، لأنهم يحتاج إلى مضيقين أن يعبروا أكثر منها. ولكن يعني أيضا العلاقات ليست وردية، يعني في بعض التوترات روسيا ما زالت لم تعترف PKK مثلا كتنظيم إرهابي، رغم كل الدول الغرب والدول الأخرى يعني تقريبا كلهم يعني اعترفوا بأنها تنظيم إرهابي. روسيا تحاول أن تستطيع أيضا تستخدم هذا القرض ضد تركيا، وأيضا نراه في سوريا، في ليبيا، في عندنا يعني نقطة التنافس والاحتكاك، وهذا طبعا يصعب بعض الأمور، لكن وصلوا إلى تفاهم معين، مستوى التفاهم لكي لا يعرقل هذه الممكن تناقضات العلاقات القريبة بين الطرفين، لأن روسيا أيضا اعترفت تركيا كقوة إقليمية قبل الغرب. الغرب ما زالوا يترددون أن يعترفوا أو يتعاملوا مع تركيا كقوة إقليمية، هم يتمنون تركيا تعود إلى الماضي وتكون تابعة كاملة للغرب، وهذا طبعا شبه المستحيل، وتركيا أصبحت موجودة في يعني كل الملفات تقريبا، وأيضا تصر يعني أن تكسب مكانتها في الإقليم وفي مستوى الدولي واحترام. والغرب يعني حتى الانتخابات الأخيرة لم توري هذه الاحترام، لكن بدأت التغير، هذا تغير ملموس في الغرب أيضا
قالوا أردوغان موجود وحزب العدالة موجود وتركيا قوية، هم يعني بدأوا أن يتعاملوا مع تركيا كقوة إقليمية. طبعا هذا يعني يعقد العلاقات مع روسيا، ممكن هو يعني تنازلت سابقا الآن ممكن تحتاج إلى تنازل أكثر أو تفاهم أكثر، وهذا طبيعي، هذا طبيعة السياسة يعني. طبيعة السياسة دكتور أحمد تفاهم أكثر، وأنا سأعود معك لطبيعة السياسة وأختم بها في هذه النقطة، ولكن قبل ذلك دكتور سعيد، يعني ملفات مشتركة روس سوريا ليبيا البحر المتوسط أذربيجان أرمينيا، حتى ملفات موجودة يعني، وكنا ذكرنا في أكثر من مناسبة المشكلة في طرابلس والقصف في إدلب، هل نحن نعيش نفس الوضعية الآن؟ إلى حد ما. فقط أولا أريد أن أشير أنه يعني تفتيش روسيا للسفينة لم يعني رسميا هي ليست سفينة تركية، هي سفينة تابعة لشركة تركية لكنها ترفع علم دولة أخرى، وبالتالي حتى بالمعنى المباشر الرسمي لم تكن، لكن هي رسالة رمزية، هي كذا فهمت على أقل تقدير، فضلا عن أنها كانت رسالة لأوكرانيا أنه لا يمكن لك أن تذهب لاتفاق أو حتى لتصدير الحبوب بدون ضمانات روسية، هي نوع من رسالة مزدوجة لأوكرانيا ولتركيا. لكن أنا أعتقد إنه فكرة إمكانية توتير البحر الأسود يعني أصبحت ربما حاضرة أكثر، قصف موانئ المسيرات الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، تفتيش هذه السفينة بإطلاق طلقات تحذيرية، ربما تحدي أوكراني سيكون عبر محاولة إرسال صادرات وما إلى ذلك، الأمر منفتح أو بحديد. ثم احتمالات أكبر ربما من الماضي، لكن أنا أعتقد إنه تركيا هنا تملك أوراق مهمة، المضايق وغيرها، هي أيضا الأسطول الثاني في البحر الأسود بعد روسيا، العلاقات مع الطرفين ما زالت مهمة، المضايق أمر مهم، اتفاقية مونترو ورقة قوية بيدها، وأعتقد أن لديها مصلحة واضحة في تجنب انتقال البحر الأسود لأن يكون جبهة مواجهة بين الطرفين، لكن في نهاية المطاف ربما انسداد الحرب بطريقة أخرى في البر قد يفتحها على البحر، وهذا غير مرغوب من مختلف الأطراف. لكن مرة أخرى أوكرانيا، أنا أعتقد القيادة الأوكرانية قد يكون لديها تفكير بهذا الاتجاه، استدراج أطراف أخرى لمحاولة تعزيز فرصها في الحرب والضغط أكثر على روسيا. الآن فيما يتعلق بالملفات ذات الاهتمام المشترك أو التي تنخرط بها تركيا وروسيا مع بعضها البعض، أنا أعتقد أنه التأثير الروسي في ليبيا متراجع إلى حد كبير جدا، جنوب القوقاز أو شبه أو أذربيجان وقرباغ مستقر الأمور إلى حد كبير، لكن قد يكون الملف الساخن هو سوريا، وهناك ملفات تنتظر أنا أعتقد يعني ستكون موجودة على جدول أعمال الزيارة في حين تتم بين بوتين وبين أردوغان. يعني على أقل تقدير فكرة اللقاء بين أردوغان والأسد التي كانت حاضرة وتناقش قبل الانتخابات تراجعت الآن إلى حد كبير. الآن حديث الجانب التركي عن بنود ثلاثة تتعلق بالعودة، عودة اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضي التركية للشمال السوري، والحديث ربما عن إعادة إحياء حلب، هذا سيتطلب بالتأكيد إدماج للنظام بهذا بمشروع من هذا النوع وموافقة أو ضمانات روسية، وبالتالي دون أن يكون هناك علاقات جيدة بين الطرفين ودون أن يكون هناك قمة بين أردوغان وبوتين، صعب أن نتحدث عن أن هذا مشروع سيتم، لأنه في نهاية المطاف هو ليس مشروعا خدماتيا فقط، هو مشروع له ملحق سياسي مهم ومهم جدا، يعني مرة أخرى يتعلق بالنظام وأيضا يتعلق بروسيا. وبالتالي أنا أعتقد أن حرص تركيا على الزيارة حاضر، وأعتقد أن روسيا أيضا سيكون لديها مصلحة في إتمام هذه الزيارة. أنا لا أعتقد في المدى المنظور وفق المعطيات الحالية وفي غياب أي تدحرج غير مرغوب به في الحرب الروسية الأوكرانية وانخراط مباشر للناتو، أنا أعتقد أن الطرفين تركيا وروسيا كما فعلتها سابقا قادرتان على تجنب وتجاوز هذا النوع من التوتر والرسائل المتبادلة، وأعتقد أنه قمة على مستوى بوتين وأردوغان قادرة أن تقدم حل الآن، قد لا يكون خلال القمة بشكل مباشر، لكن قد تهيئ أرضية ما، قد تحقق مصالح أو مطالب روسية هنا وهناك، لكن في نهاية المطاف روسيا مرة أخرى حريصة وحريصة جدا على العلاقة مع تركيا، وحريصة على هذه الزيارة، وحريصة على أن يستضاف بوتين في أنقرة وإسطنبول، هذا رسالته السياسية كبيرة كبيرة وكبيرة جدا، أكبر حتى من اتفاق تصدير الحبوب من الناحية الاقتصادية، ولا أعتقد أن روسيا ستغامر في خسارة العلاقات مع تركيا في هذه المرحلة. أختم معك دكتور أحمد في أقل من دقيقتين لو سمحت، تحدثت عن تفاهمات، يعني تقريبا في المسار العلاقات التركية الروسية خاصة بعد 2015 وإسقاط الطائرة الروسية، كل تفاهماتي في حاجة لتفاهمات لإثبات ما سبق، ثم تأتي تفاهمات أخرى لإثبات تفاهمات أخرى، يعني حالة من السيولة الكبيرة جدا، وعامل الفجئية أيضا يشتغل من أجل أن يحدث بعض النتوءات في العلاقة. إلى أي حد ممكن للمرحلة المقبلة
خاصة بأن مرحلة حساسة لتركيا ولروسيا أن تكون مرحلة تثبيت هذه التفاهمات وجعلها منصة للانطلاق نحو فعلا شراكة، لا نقول استراتيجية ولكن شراكة أكثر عمق. نعم، المضيقين هو أكبر حافز لتحسن العلاقات بين الطرفين، لأن روسيا تحتاج إلى هذه المضيقين. في تركيا لازم تعبر يعني إما سفن الطاقة النفط والغاز وأيضا تجارية، وأيضا يعني روسيا لها مشكلة كبيرة يعني الآن في ورطة يعني لو يسع التعبير مع الغرب، وتحتاج إلى سند واحد إما داعم أو محايد، وتركيا أثبت أنها أيضا يعني يوفي بوعدها، وهذا يعني هم عارفين ذلك، لكن في سيولة في حرب أوكرانيا أيضا لا نعرف هل هي تتوسع، هناك حملة مضادة من طرف أوكرانيا ممكن يوجع روسيا، وأيضا ممكن ضغوطات اقتصادية، ممكن أيضا الأوروبيين يبحثوا عن الغاز البديل، هذا أيضا يشير إلى أهمية الغاز العربي، وكل هذه الأمور بالسيولة يعني يناقش ويفاصل يتفاوض يعني واحد يعطي ويأخذ، وكل هذه الملفات أيضا عالقة يعني، وسنرى يعني هذه الزيارة أعتقد لو يحصل يعني سنرى لو بوتين يزور تركيا نرى نتيجة ملموسة بالنسبة للحبوب مثلا، لو لا يعني خاصة لو لا يجدوا شيء ليشاركوا ممكن يؤجل هذه الزيارة. إذا يعني كل العالم في سيولة في تحركات، وأيضا في ملف أوكرانيا في أيضا علاقات الروسية هذا طبيعي. نعم. بين الزيارة المحتملة والمرتقبة ننتظر متى يكون بوتين في أنقرة. أشكرك دكتور أحمد ويسان مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، وشكر أيضا دكتور سعيد حاج الباحث متخصص في الشأن التركي. الشكر لزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.